انا كنطالب جهات مسؤولين يوقفوا هاد الشهاده يشوفوا شي حانات الشهاده. دابا تا اخويا اللي بغى يفكر يزوج ما عاد يجوش لان عادي يخاف جبا شي ناس الزوجه ديالو قاعد يعمل هاد الشهاده. والدائره انت كتقول يعني انسان ما لا اليوم الله يهديهم وصافي الدائره خاويه هادي اخر كتجي كتعرض داك الشيء ديالها يا خو تاوي شي فكر يزوج ما يبقاش يفكر الزوج فهمت ولي يخاف الدائره اللي بقينا كنشوفوا دابا بزاف. انا كنطالب جهات مسؤولين يوقفوا هاد الشهاده يشوفوا شي حانات الشهاده. دابا تا اخويا اللي بغى يفكر يزوج ما عاد يجوش لان عادي يخاف جبا شي ناس الزوجه ديالو قاعد يعمل هاد الشهاده. مثلا هاد اليومين شفنا واحده في اليوتيوب كدا روتين يومي في الدار كتبين المسائل ديالها وداك الشيء راجلها قابله على هاد الشهاده. يعني الشهاده راه اوروبا مابقاوش كيعملوا هاد الشهاده غير في العرب ولينا كنخاف. دابا تا خويا باش يفكر يجوج ما يجوش فهمتي الله يهديهم وصافي كنطالبوا مسؤولين يشوفوا لنا شي حاجه هاد الشهاده وصافي.